السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجلسة من سهرة السبت. هي جلسة خاصة اليوم. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمعاق، وبطبيعة الحال ارتأينا أن تكون سهرة اليوم بحال اللي تكلمنا البارح وبحال اللي قلنا البارح، خصصنا برنامج خاص مطول ديال ساعتين للحديث عن المعاق. ملي كنقول الحديث عن المعاق فبالتالي ان خصنا وقت كبير باش نتكلموا دائما عن المعاق وتكلمنا عن الاعاقه وحكاو الاباء والامهات عن المعاناه ديالهم مع الابناء ديالهم ومع الجيران ديالهم مع الاحباب ديالهم، لانه كيبذلوا واحد المجهود كبير الله يعاونهم. قلنا اننا نخصوا اليوم سهره معايا بطبيعه الحال العين الثالثه واللي دائما رئيستها دائما موجوده معنا وفيما كانت الدعوه كتكون حاضره معنا، وجات مع اخوان واخوات اللي لو الحاجات الخاصه والاحتياجات الخاصه اللي غادي نتكلموا على ما تقوم به هذه الجمعيه. قبل ذلك كذلك اود ان اشكر باسمكم جميعا وكذلك باسم كل معاق وكل معاق اليوم كيستمع لنا، ففرقه جسور السلام حمل السلام بكل اعضاء ديالها لكل المستمعين والمستمعات وكذلك لكل هؤلاء. نبدأ على بركة الله. قبل ما نتعرفوا على الفرقة نبدأ بآية بينات من ذكر الله الحكيم بقراءة الأستاذ العزيز مولاي إدريس. مرحبا بك. شكرا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
ساعة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن على بركة الله مستمعي الكرام، وإحنا في هذه السهرة المباشرة عبر أمواج إذاعة أرابيل بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، كنحيو هذه السهرة واللي كتحيها معنا فرقة جسور السلام، وبطبيعة الحال بداها لنا مولاي إدريس بقراءة بين من ذكر الله الحكيم. مولاي إدريس مرحبا بك. بارك الله فيك. أنا سعداء جدا أنكم تكونوا حاضرين معنا في هذا اليوم المبارك. شكرا سيدي. أولا هي عواشر مباركة، وكذلك نحتفل بالمعاق وأنتم نعم. تحملون جسورا للسلام. نعم. ولي إدريس عرفني بالجمعية ديالكم بفرقة ديالكم وعرفني ب نعم فرقة كاملة كل واحد بالاسم دياله. نعم سيدي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا وقبل كل شيء كنشكروا الأخ الشاطر على هذه الالتفاتة الطيبة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وكنشكروا هذا المنبر الطيب الذي يعني يفتح لنا المجال للتواصل مع الأصدقاء، مع المحبين، مع الأحباب، ولما لا مع العالم، لأن تسمية فرقة جسور السلام أو بالأحرى يعني ألخصها في معنى واحد، وهو أنه يعني مبدأ هو التعايش والسلم والسلام، هذا هو القصد. أعرفكم بأعضاء المجموعة: عبد ربي إدريس مساوي، الأستاذ سعيد الحاج علي، الدكتور عبد الحق الدريوش، والأستاذ عبد الرحمن مفيد. نعم أفادك الله. مهم، لنا شرف كبير الحمد لله للحضور مع الإخوة ديالنا ذوي احتياجات الخاصة، الحمد لله لإحياء هذا الحفل الطيب والكريم إن شاء الله، وبالتوفيق وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا. مازال غادي نرجعوا نزيدوا نتعرفوا أكثر على جمعية جسور أو فرقة جسور السلام اللي هي فرقة غادي يعرفونا أكثر عليهم. لالا رجاء مساء الخير مرحبا بك. السلام عليكم شاطر. كلشي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. أنا عود فرحان أنك تكوني معايا عود اليوم. تكلمي لنا شوية على جمعية العين الثالثة. بغيت نبدا باش نشكرك فعلا فريمون، كل مرة زعما كنت تفكر فينا. قالوا لي بعدي غير شوي الميكرو الميكرو صافي هاكك خليك هكاك تسمع مزيان. اولا بغيت نشكرك حيت تتفكر فينا كل مستوى، كل بحال اليوم هذا واجب. واجب ولكن ماشي واجب ديال كل واحد، دونك ديال كل الناس. سمحوا لي على العربيه ديالي. مزيانه العربيه ديالك الحمد لله، ولكن
هذا النهار نهار مهم حيت تنفكروا مره في العام، ولكن كاين الخدمه ديال العام كامل اللي حنا مع الناس اللي مكفوفين ولا ما تيشوفوش مزيان، اللي مخصوصين ومحتاجين بزاف الحاجات في القرايه، في لي فورماسيون، باش يشوفوا العالم، باش مهم الخدمه كثيره وخدمه ماشي سهله، ماشي سهله. وباش يعني يبقاو غير الوالدين، يعني غير الاب ولا الام اللي كي يعاني، الا ما كانوش جمعيات بحال ديالكم لاله رجاء راه كيتغلب الواحد، ما كيبقاش يقد بوحدو. اكيد ان الجمعيه كتلعب واحد الدور كبير في الحياه ديال اي معاق، وكيف ما بغات تكون الاعاقه، لان كاين اللي ناقص له العقل، كاين اللي ناقص له الرجال، كاين اللي ناقص له اليد، كاين اللي ما عندوش العينين ما كيشوفش. فهاد الجمعيات كيلعبوا هاد الدور. انتم رجاء شحال دابا من عام انت كتسيري هاد الجمعيه؟ دابا 8 سنين. 8 سنين دابا. ماشي سهله. لا ماشي سهله. و كي تنقولوا حنا نجمعوا كلشي ونقولوا الحمد لله وربي معانا، باسكو مع كل حال انا بالنسبه ليا النهار اللي وقع ليا، النهار اللي عرفت المشكل ديالي، من ديك الدقيقه حياتي تبدلات. ودابا الحمد لله تنفيق كل صباح وتنعرف علاش تنفيق وعلاش شنو هو عندك الخدمه اللي كتنوضي ليها، يعني هناك هدف. هادشي اللي كاين. والحمد لله الا كنا ما ناخذوش داكشي كلشي في هاد الدنيا مع ربي، وفي يعرفنا بعدا فوالا لي زاكسيون اللي تنديرو. والحمد لله. وشنو بغيت نقول، دابا من 2016 الجمعيه عين ثالثة ولات تتبع كاع مكفوفين. لا مكفوفين، ولكن كاع قولها فرنسي هانديكاب، كاع المعاق، كل الاعاقات كلها. فوالا، واخا حنا تنكونوا سبيساليزي في الناس اللي عندهم واحد الاختصاص، ولا يعني الناس اللي ما كيشوفوش او لا اللي عندهم قل العين، ولكن دخلتوا حتى في فوالا. علاش؟ حيت اغلبيه الناس، ماشي كلهم مي اغلبيه، ماشي غير مكفوفين ولا ما تيشوفوش مزيان، تيكونوا لي زونتيكاب اخرين، كاين اعاقات اخرين ما تيشوفوش مزيان وما تيسمعوش، ما تيدويوش ولا عندهم مشكل في لي زونتيكاب العقل، لي زونتيكاب مونتال. مهم داكشي صعيب باش نقولوا تنتبعوا غير الناس المكفوفين واللي ما تي عرفيني شكون اللي جا معاك الضيوف اللي جاو معاك؟ جاو معايا هاد المره ان شاء الله، جات معايا مريم. مريم جات معنا المره اللي غتقدم راسها من بعد، وجات معايا ايمان. ايمان قالت لك انا تونسيه. وجا معنا سامي. منين هو؟ مغربي؟ مغربي. مغربي سامي. مغربي. نص مغربي نص بلجيكي. هذاك الشيء كنسمع سامي. وعندنا أشرف. أشرف. مرحبا بكم كاملين. أنا نراجع لكم مازال. أش ظهر لك رجاء قبل ما نكملوا؟ لأن باقي عندنا الوقت، نطلبوا من فرقة جسور السلام تفتح لنا الجلسة يعني بإنشاد. مرحبا بكم. بكل فرح. شكرا. إذن انتم المستمعين الكرام كتبعونا الان عبر كل الوسائل المتاحه لكم، سمارتفون، الفيسبوك، جميع المواقع كلها، احنا على المباشر. كنشكر زميلي وسام على المجهود الجبار اللي قايم به معايا باش تكون الصوره وصوت وصل لكم اللي كيتبعونا سواء في بلجيكا او عبر العالم. نحتفل باليوم العالمي للمعاق مباشره عبر امواج أربيل. هي ان شاء الله غادي يقدموا لنا. ناخذوا فاصل اذا كان ممكن، ناخذوا فاصل ونرجعوا للفرقه ونخلوها تهيئ نفسها على خطره.
ناخذوا ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم يا أهل السلام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم يا أهل السلام. يا أهل المحبة يا أهل الصفاء. حللتم علينا فنعم الوفاء. أهل الصفاء. حللتم علينا فنعم الوفاء. يا أهل المحبة يا أهل الصفاء. حللتم علينا فنعم الوفاء. يا المحبة يا أهل الصفاء. حللتم علينا فنعم الوفاء. فكان العناق وكان اللقاء. سلاما وسلام بطول البقاء. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم يا أهل السلام. نفوس تأخت فحق المسير. وحق الإخاء وحق المصير. 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 قلوب تصافت فهان العسير. فصار العسير طريقا يسير. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم يا أهل السلام. مسلكنا جميعا طريق الإله. كتبناه درسا تلته الشفاء. سلكنا جميعا طريق الإله. كتبناه درسا تلته الشفاء. سلكنا جميعا طريق الإله. كتبناه درسا تلته الشفاء. سلكنا جميعا طريق الإله. كتبناه درسا تلته الشفاء. ركعنا سجدنا بتلك الجباه. طلبنا النجاة فنلنا رضا. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. ضيوفا حللتم فطاب المقام. سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم يا أهل السلام.
بكم يا أهل السلام أينما كنتم. شكرا لفرقة جسور السلام على هذه القطعة الأولى لتحمل السلام لكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا في هذه الأونة. رجاء أعود إليك، يعني بطبيعة الحال نحن كنتكلم اليوم عن اليوم العالمي للمعاق في هذا النهار، هذا اللي العالم كله كيتحدث على المعاق. شكون اللي كيشتغل معاك؟ شكون اللي كيعاونك؟ لان المهمه ماشي سهله، وكذلك انت بالنسبه لك انك عانيتي باش توصلي باش تحققي هذه الجمعيه اللي اليوم هذه 8 سنين وهي خدامه. شكون اللي كيساعدك؟ الناس اللي يساعدوني اللي خدامين معايا هاد الساعه العائله، يعني العائله هما الاولين. هما الاولين، ما كنجيش العائله. ما كاينش العائله، ما كاين والو، ما كون ما بديتش كاع حوايجها كاين الوالده بدك الجمعيه حيت العائله خدامين معايا ومحاربين معايا في الجمعيه، وكاين راجلي وولادي حتى هما صابرين معايا باش نقدر ندك ديك الخدمه اللي تندير مع الناس اللي معايا في الجمعيه. هما اولا وما ننساش والديا وبابا الله يرحمه، كان بزاف معايا، كان قريب ليك بزاف الله يرحمه. الله يرحمه رجاء، هذه هي سنه الحياه هذه. لا لا غادي نخليك ترتاحي شويه رجاء، معذره رجاء. أكيد. إدريس. نعم سيدي. الفرقة ديالكم اللي هي كتحمل اسم جسور السلام، كيفاش تتكونات؟ نعم. وإمتى تكونات؟ وكيفاش تجتمعتوا؟ نعم. بغينا اليوم يكون يعني يكون فرح، ولكن نعم. ما شاء الله. شكرا. إن شاء الله غادي نفرحوا، غادي نفرحوا إن شاء الله. نعم. شكرا رجاء. نعم. تفضل مولاي إدريس. هو بارك الله فيك سي شاطر، هو التكوين ديال المجموعة يعني جاء على يعني بعد عدة إكراهات يعني وعراقيل ويعني ولكمات وصدمات، لأن هذه يعني مسائل عادية، لأن ملي كتكون على صواب كنا مع رجاء أنت كتشوف يعني نعم ماشي مشكل سنة الحياة. نعم. يوصل الإنسان خصو يتعارك وخصو نعم. غير إذا كان ممكن نخلي هذا يعني هذا النقطة نعطيها للدكتور عبد الحق، يعني يقدر يفسر ما شاء الله أكثر مني. بارك الله فيك، تواضع كبير. نعم. ما شاء الله تسلم عليك. نعم تفضل. الحمد لله كاملين تلاميذ اكيد كلكم كتجمعكم. شكرا سيدي. فرقه عصور السلام، دكتور تكلمنا شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. اولا اشكر الاخ شاطر على هذه الاستضافه الطيبه في هذه المناسبه الطيبه ان شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى ان هذا اللقاء يعود علينا وعلى اخواننا في العين الثالثه بالنفع وبالتأييد ومزيد من إن شاء الله التوفيق إن شاء الله يا رب. أسأل لإخوتي أن الله سبحانه وتعالى يفرج عليهم ويفرج على جميع المعوقين في الدنيا بأكملها. بكل بساطة جسور السلام تأسست خلال 4 سنوات بناء على أنه تم تشويه ما يسمى بديننا الإسلامي. فجسور السلام تطرح كل القطاع التي كتبت أو كتبها، سواء كتبها أفراد جسور أو كتبت من خلال الناس آخرين، فهي تستعمل هذه القطع كوسيلة لإيصال ما يسمى بلو فيفغ أنسومبل والسلام والحب والتعايش مالغري كون ديفيرون. دونك هدفها الوحيد، هدف رسالي، هو تبليغ تعاليم الإسلام عن طريق القطع الإنشادية أو الغنائية. فهي تأسست منذ 4 سنوات وتأسس على أساس صفاء في الكلمة، صفاء في الأداء، ودراسة فيما يسمى بعلم الأصوات وعلم علم السولفيج إن صح التعبير. فهي في الحقيقة هي إكراهات فقط اللي بغى يقصد الأخ إدريس، هي إكراهات في التداريب وفي المجهودات. نعم نعم نعم. حتى تمكن لنا باذن الله تعالى تحقيق ما يسمى بلغموني، واحد لغموني ما بين الاصوات الاربعه. اكون هاني عرفتي استاذ الحق اليوم كون هاني يعني
تفضل راه غادي نجبد لك حتى شي حاجه ديال ذوك اللكمات حتى تكون الحلقه ديالكم خاصه بوحدها. مرحبا سيدي بكل فرح، لكن الخير تعرفوا على اللكمات لا الحمد لله كله خير ان شاء الله. لكن لو سمحت هي النسخه نعم لفرقه مهنيه في مدينه مراكش هي تسمى جسور، جسور، وهي استطاعت ان تبلغ الافكار، افكار محبه الاسلام ومحبه الديانات الاخرى عن طريق الكلام الموسيقي والآلات الموسيقية، فهي نجحت أن تصل إلى كندا وإلى أمريكا، نجحت أن تصل إلى كندا وإلى أمريكا عن طريق ما يسمى بالغناء والآلات الموسيقية. شيء جميل جدا. بطبيعة الحال اليوم وأنتم حاضرين معنا نتمنى أن كل واحد فيكم يقول كلمة للمعاق في يومه اللي كيحتفل به اليوم، فنبغي منكم أنتم يا فرقة جسور السلام انه كل واحد فيكم يعطي كلمه لهاد الناس هادو. نبداو بكم ادريس وندور. واخا سيدي كلمه كلمه. هو كنشكروا الاخت يعني على او الجمعيه ديالهم بصفه عامه يعني على المجهودات التي يقومون بها يعني لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه، لان الامر ليس بالهين. هذا هو الحمد لله على النعم ديال الله تعالى، الحمد لله ومشكروه. الكلمة اللي نقول لهاد الإخوة يعني بكل تواضع وبكل يعني شفافية و يعني ومعقول يعني بأنني معهم قلبا وقالبا، سواء وأنا داخل يعني هذا البرنامج معهم أو خارج البرنامج. نعم سيدي سعيد. سيدي سعيد السلام عليكم. ناخذ كلمة اولا مرحبا بك. بارك الله فيك. طن كاين الناس اللي الانسانيه ولات منعدمة عندهم يعني، وانا كنقول ان الاعاقه سبحان الله ربما تكون فيها حتى هي حكمه كذلك من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو ديال الكلمه عندي. واخا قبل ما نرجع للدكتور مرحبا بكم مستمعي الكرام، عواشر مبروكه لكل مستمعي المستمعات، وحنا في هذه الايام المباركه وكذلك نحتفل اليوم بالمعاق في يومه، يوم المعاق. فرقه جسور السلام حضره معنا بكل الاعضاء ديالها، كذلك جمعيه العين الثالثه حاضره معنا، وكذلك الضيوف ديالنا حاضرين معنا اللي جاوا معنا للرجاء. نبداو بمريم. السلام عليكم يا مريم. السلام عليكم. خذي الميكرو حدا الفم هكذاك يلا وهضري مع الناس، شنو تقولي اليوم؟ السلام عليكم، انا مريم، انا في جمعيه لالا رجاء من الاول. واش دستي ما كتشوفيش ولا؟ لا كنت كنشوف. كنتي كتشوفي؟ كنت كنشوف، ومن بعد قصري المدار، قصري المدار هكذا كان تمشى. لا باقي كنشوف الضوء ديال النهار وبالليل ما كنشوف والو. الضوء ديال النهار شنو كيبان لك؟ غير الضوء. هداو طيبي بيديك كلشي حادقه شويه كتعرفي تصوبي لنا بستيلان؟ لا ديك بزاف كتربي بزاف هذه. يلا شنو كديري؟ كنعاون الوالده بزاف. كتعاونيها شنو في الرغيف؟ لا ما كنعاونهاش بزاف في الكوزينه، كنعاونها في الشغل، في نعاونها نقطع داكشي ونطيلا طياف كلشي، ما كنعرفش نعمل كلشي بوحدي. واخا اللي كيشوفوك الناس شنو كيقولوا؟ الناس كتحسي بهم؟ كتحسي كينجيك شي حاجه الناس؟ كنحس الناس كيعاونوك. كاينين كيعاونوني كاينين لا ما كيعاونونيش. اللي ما كيعاونوش كل واحد وكيفاش. ربي معك. امين يا ربي. ناخذ كذلك. هكا السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي ايمان. حتى انا ما نشوفش بالكدا. شحال هادي؟ نعم ما تشوفيش بالكدا شحال هادي؟ لا ما نشوفش. ما تزدتي ما خلقتي هكذا؟ لا كون تولدت ما نشوفش بالكدا، مي كل عام تنقص المشكله تاعي، باسكو انا المشكله تاعي سي الشبكه ناقصه برشا. في النهار نشوف بالكدا وفي الليل ما نشوف حتى شيء.
كتطيبي لنا شي حاجة كتعرفي؟ نطيب حاجات حلاج كم مكرونة الهريسة وي الهريسة بيان سور نعرف نعمل سلطة نعم مقروطة أشلاد المقروط المقروط مقروط نا أمي تعرف ما أنا لا نا صحيبة سامي سلم لنا على الناس قول لهم السلام عليكم عليكم السلام ونو سامي ما شاء الله شحال في عمر ديالك داك العاش 15 عام 15 عام تبارك الله عليك أشرف السلام عليكم أنا اسمي أشرف و je peux parler en voilà غادي نديرو بالعربيه وحنا نترجمو لك غير بشويه بالريفيه تهضر بالريفيه الله هضرنا بالريفيه السلام عليكم اقيلانتين كي لو ستوديو دو اغابيل نيش درت سنين تقول معك اكراجا كي الجمعيه ناس تعجب الجمعيه ناس شكون جابك ليها شكون قال لك راه كاين رجاء عندها جمعيه في الانترنت و نزير غير الانترنت لانونس ينس ومن بعد حراس سقسيغ جمعية ناس مخص قوت جمعية ناس نيش الزوغ اتفا انات غير ياما روخ نهارا تيري غانوغ اجن لابورتانس غي ناس لابورتونس يوذن وزار نشي وذن تيش نشي الحقوق بزاف نشت ازو اتف كي شوارع نعدر بزاف باش يني وزار نشي بارك عليك غادي نكتفيو بهذا القدر هذا شكرا لك شي واحد اللي هنا يترجم لنا ما كاينش واحد بالريفيه والو نعم ترجم لنا الحاج الاخ سامي كيقول باللي هذه 4 سنوات اشرف عفوا الاخ اشرف كيقول باللي هذه 4 سنوات وباش عرف الجمعيه ديال الاخت رجاء وهو فرحان بزاف بهذه الجمعيه هذه ويعني كيشوف باللي عنده واحد العنايه والناس يعني ما كانش النظره ليه المجتمع يعني تغيرت ملي عرف الجمعيه والرعايه اللي كيتلقاها هو فرحان بزاف الحمد لله نبقاو معك الحاج علي شنو تقول لنا سي الحاج عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن هي سعيد عبد الرحمن سعيد الحاج علي كلمة في تحية لك الأخ شاطر وتحية للزملاء تحية للإخوان ديالنا اللي كنعتبرهم في نفس الدرجة بحالنا بحالهم اللي ما كنعتبرش أنهم يعني معاقين ولا شي حاجة أنا كنعتبرهم بحالهم بحالنا أنا هذا النهار الأخ شاطر درت لك جوج ديال المفاجآت ما شاء الله المفاجأة الأولى أنني وجدت واحد القصيدة تلقائية للإخوان اللي حاضرين معنا والقصيدة الثانية هي ديال نتكلموا عليها جسور السلام هذيك نتكلموا عليها من بعد نعم اولا نبداو بالقصيدة المفاجأة القصيدة اللي درتها للإخوان ديالي اللي يعني كانت قصيدة يعني تلقائية ولكن الحمد لله هذا اقل ما يمكن نهدي لهم في هذه الأمسية هذه معاق انني في الجسم لكن سليم العقل أمشي في ثباتي حباني الله تفكيرا وعقلا فشكرا للإله على الهبات فإدراكي وأعمالي دليل لأن الله بارك في حياتي حياة في حياتي كان دفعا إلى الإسهام في تطوير ذاتي تعلمت علوم العصر أيضا وتنمية وحل المشكلات معاق إنني في الجسم لكن سليم العقل أمشي في ثباتي حباني الله تفكيرا وعقلا فشكرا للإله على الهبات بذرت الحب في حق حلمي
نقشت على الصخور الصم حلمي تحقق بعضه والباقي آتي خذوا بيدي فأنتم نور دربي كلا قدماي أنتم بل شفاهي وأنتم من سيسعى في حقوقي إذا المسؤول أسدى في سباتي ستبقى أيها المشروع دوما ضياء سوف تسكن ذكرياتي كفاني في شعارك ألف درس سيدفعني لخلق المعجزات سيبقى عقلي حقا سلاحي به أنسي والإعاقة إلى زوالي ويبقى الحب يغمرني وأبقى أردد نشيدا أغلى أمنياتي. الله ما شاء الله عليكم محظوظين اليوم كل الحاضرين معنا في الهدية الجميلة والرائعة اللي هداها لنا سيدي عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن مش معقل نجو سعيد عبد الرحمن نعم عبد الرحمن مفيد ومفيد أكيد مفيد جدا. لالا رجاء غادي نرجع لك قبل ما نمشي للفاصل ومن بعد الفاصل للإخوان يوجدوا لنا شي قطعة أخرى إن شاء الله بحول الله. شنو اللي جاي؟ حنا كنعرفك انك كتنظمي انشطه كتديري حفلات باش تعاوني الجمعيه وتعاوني هاد الناس اللي محتاجين لانك كتشري الات لهم كتشري الحوايج اللي كيخصهم كاين شي حاجه جايه في المستقبل قريب؟ لا الحاجه اللي تندير دابا اللي شويه زدت في الخدمه ديالي دابا نتعاون مع المكفوفين مع الدراري ومع الطلبه لي ستوديون اللي في المغرب دونك بديت يعني كبرتي ما شاء الله حيت عندي مؤسسه انترناسيونال ودابا دابا راه 4 سنين دابا انا كتشتغلي في المغرب من المغرب فين بلاصه بالضبط الوغ درنا دي ميسيون في وجده نادور مشنا البركان تطوان ما شاء الله ومشيت لطنطان مشينا شفنا دوك تالصحراء ودابا لا ميسيون الاخرى دايوغ تلاقينا في المطار كنت يلا جايه من راجعه من مراكش من مراكش حيت عندي كولابوراسيون مع كنت فرحان مني شفتك في المطار سي لونيفرسيتي كيفاش نقولوا بالعربيه الجامعه ديال مراكش قاضي عياد اللي سنينا معاهم مع المؤسس مؤسس ديال الجامعه باش نخدموا مع باش نديروا تعاونوا اون سيلول ديال الطلبه ديال الخليه اللي تكون مع كاع لي فاكولتي ديال هما عندهم 14 فاكولتي تما تبارك الله عندهم خمسة وثمانين 85000 طلبة تبارك الله تبارك الله عليك منين كتجيبي هاد القوة هادي؟ من عند الله سبحانه وتعالى ما شاء الله رجاء حيت واقيلا واحد الإنسان ما يقدرش أكيد ربي دني في هاد الطريق ناخذ أختك تقول لنا كلي ما حتى هي واخا غادي نضربوا معها بالزز باش تهضر مع ديك الدارجه البيضاويه ديالها حيت هي الشوفور ديالنا هي كلشي. السلام عليكم. السميه ديالك بعدا انا سميتي غزلان. مرحبا بك انا رجاء. شكرا على هاد لانفيتاسيون هاد الدعوه يلا نترجموا بحنايا مع رجاء سي باش نخلقوا داك الجو شويه ديال الضحك لان رجاء بكاتنا فريمون بكاتنا بحنايا مع رجاء من نهار الاول اللي بدات هاد الجمعيه وحنايا هذاك الشيء عندنا وداك الشيء ويراتي دونك الوالدين ديالنا ربونا في ديما نعاونوا ديروا الخير ديما نعاونوا وخا زعما قبل ما اختي يوقع لها داك المرض دائما مع الوالد والوالده كنا كنمشيو نزورو الخيريات نمشيو نزورو غزلان غادي نرجع لك لان ما كاين مشكل وسام كيقول لي راه فاصل اشهري نمشيو الفاصل ثم نعاود
مرحبا بكم مستمعي الكرام في سهرة السبت، هذه السهرة هذه اللي هي متميزة بكل المقاييس، متميزة لأنها جات في واحد الجو اللي احنا كنستعدوا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف احنا في العواشر، ثم متميزة لأننا اليوم كنعيشوا مع المعاق اليوم ديالو، متميزة كذلك كتحضر معنا فرقة تحمل السلام، فرقة جسور السلام. وبطبيعة الحال نرجع لغزلان اللي كتكلم على التجربة. غزلان، واش كتشوفي بأن أختك كدير واحد المجهود كبير في الجمعية ديالها باش تعاون هاد الناس هادو؟ تكلمي على أختك شوية. شنو تبغي تقولي ليها؟ أختي عندها واحد القوة وتا حاجه ما كتغلبها الى الله سبحانه وتعالى. اكيد ربي معاونها. فوالا ربي معاونها، وكما هي كتزيد واخا داكشي واعر وكيجيها الصعوبات وداكشي، ماشي كون كان واحد اخر يقول لك عييت عمر قلتيها لها انت، قلتي لها صافي خليني عليك رجاء عييت انا اليوم. كتوقع مرة لا ولكن حنايا فوالا عندنا الحياه ديالنا وداكشي، حتى هي ولا مع وليداتها وداكشي زعما سي با فاسيل، ولكن الحمد لله ما كان واخا كنبغيو نقولوا عييت خصنا عاوتاني نمشي نوصل وداكشي، كنقول الحمد لله انت كتقدري تشوفي تسوقي وتتمشي. دابا الا زعما جو بونس كو ما كاينش، يا با دازار ما كاينش انا زار زعما ربي لا دانا في الطريق. كاينه واحد كما كيقولوا الوالدين اي اللي غندوا معنا في هذه الدنيا هي داكشي اللي درنا، الخير اللي درنا، شي الاخر كلشي راه داكشي غادي. جمعيه العين الثالثه كنتكلموا عليها بطبيعه الحال لانه حاضره معنا لالا رجاء، معنا كذلك الاخوان والاخوات اللي جاوا معها. غادي نمشيو نستمعوا للقطعة أخرى مع فرقة جسور السلام. على بركة الله. شكرا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا، يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا، فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا، فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا، يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا رب يا مولانا يا سميعا لدعانا، يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا، يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا، فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا، فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا، يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا، يا خير خلق الرحمن يا مرسلا بالقرآن، يا خير خلق الرحمن يا مرسلا بالقرآن، يا خير خلق الرحمن يا مرسلا بالقرآن، يا خير خلق الرحمن يا مرسلا
القرآن. يا من دعا للعرفان يا نادينا الأسرار. يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا رب يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. نرجوك ادخال السرور على قلب غدا مقهور. 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 فاغنم أجري أنت الشكور يا تنساخ المشكور. يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. أزكى الصلاة مع التسليم على النبي داود تكريم. 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 وعلى الصحابة بالتعليم على ممر العصور. يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا رب يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا مولانا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. فرج كروبنا واهدينا يا سميعا لدعانا. يا ربنا يا رب يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا سميعا.
مباشرة عبر أمواج أرابيل. هذه هي الأناشيد الدينية الجميلة من فرقة جسور. نمشيو ناخذوا هذه المكالمة. السلام عليكم. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي زهير. سي شاطر كيف الحال؟ لاباس عليك سي زوير. نزيدو في صوت شويه هنا في الاستوديو. ارفع لنا صوتك شويه باش نسمعوك في الاستوديو. الان تسمعني مزيان؟ كنسمعوك دابا. السلام عليكم الاخ شاطر، وتنشكر بزاف على هذا الاتصال، وتنشكر مجموعه الانشاد الدينيه، تنشكرهم على هذا النشيد هذا، وبارك الله فيك. بطبيعة الحال لبوا الدعوة باش يحضروا معكم كاملين هذه المناسبة اللي احنا كنحيوها من أجلكم. زهير تكلم لي شوي على راسك. أنت ما كتشوفش؟ لا لا تنشوف، عندي نقص في البصر. عندك نقص في البصر؟ نقص. شنو اللي وقع لك في النقص في البصر من شحال هذي؟ واخا في البداية تنشكر رجاء وتنشكر الإخوان اللي حاضرين تما، مريم إيمان وربما أشراف وسامي. نعم. وتنشكر البرنامج كثير، هذا واجب زهير، الاهتمام بهذه الشريحة الاجتماعية اللي هي كيف حال جميع الشرائح الاجتماعية. الآن الكل عنده مشكل أو حاجة، يعني نحن سواسية يعني. أكيد 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 زهير. إمتى بدا كينقص لك البصر؟ بالنسبة لي كنت تنشوف 10 على 10 عادي، ولكن في واحد السن ربما يعني بعد البكالوريا نقصت شي شوية، ومن كنت ندخل هادشي جديد يعني من بعد البكالوريا. إذن حتى كبرتي تبارك الله. لا لا تكبرت وفي الكلية يعني بان شوية المشكل، وفي واحد المدة يعني وجيزة بقى مستقر، يعني إلى يومنا هذا الحمد لله ما كاينش نقص. الحمد لله. وباقي كتزاول الدراسة ديالك ولا شنو كتدير دابا؟ لا الدراسة ما تزاولهاش، فقط أنشطة يعني في تخوازيان أوي كحال السنة الماضية. كنا نزور أنشطة مثل المعلوميات و يعني لافورماتيك و اللغة الفرنسية يعني. جميل. فوالا وكانت في إحدى السنوات واش 2013 ولا 2012 كانت اللغة الإنجليزية، وكذلك كاين عدة أنشطة في الجمعية. فوالا شنو تبغي تقول في هذا اليوم، هذا اليوم العالمي للمعاق، شنو تبغي تقول لكل الناس وخاصة الوالدين اللي عندهم معاق في الدار، شنو تبغي تقول لهم زهير؟ هو بالنسبة كما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثركم إيمانا أكثركم ابتلاء. ما شاء الله. وكاين عاوتاني حديث آخر تيقول لك فمن ابتلي في حبيبتيه فله الجنة، يعني اي ابتلاء جاء من الله سبحانه وتعالى فهو هذا شيء عادي، يعني الانسان ما خصوش يتقلق من رحمه الله سبحانه وتعالى. اي واحد مبتلى، كاين اللي مبتلى في الصحه ديالو، كاين اللي مبتلى في الدين ديالو، كاين اللي مبتلى في المال، كاين اللي مبتلى في الزوجه، كاين اللي مبتلى في الاولاد ديالو، يعني هذا ابتلاء عادي. يعني بالنسبه لنا احنا مسلمين فهو يعني مساله عاديه. بالنسبه اللي تنقول يعني الناس، يعني راه كيف انسان مريض ولا كيف انسان معاق بحال انسان عادي، ما كاينش فرق. اللي هو الفرق هو الانسان خصو يحاول ما امكن يكون واحد الانسان ايجابي داخل المجتمع، يحاول ما امكن يدخل المجتمع ويندمج مع المجتمع، وحتى الوالدين ما يحسوش الولد ديالهم بانه راه عنده اعاقه وتخليوه يعني محدود. لا، الانسان يعيش حياه عاديه ويحاول ما امكن يندمج في المجتمع ويتعلم ويفرض راسه في جميع المستويات، لا في الدراسه ولا في العمل ولا في اي ميدان، لان الله سبحانه وتعالى ما طيب حتى شي واحد. اكيد اكيد. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل على الله ويعمل
وراه الله سبحانه وتعالى ما يضيع حتى شي واحد. شكرا بزاف لك زهير على المشاركه ديالك، شكرا كثير كثير كثير، ونتمنى لك الصحه والعافيه والتوفيق. وتنشكر رجاء بزاف، ونشكر الاخوان، وتنقول لهم يعني مسيره موفقه، وان شاء الله نتمنى لاي واحد عنده امنيه يوصلها باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا زهير. اذا خدينا معنا زهير، لان الوقت معكم جميل جدا وسريع كيمر. الله يجازيكم بخير دكتور. شنو المفاجاه اللي محضرين لنا الحاج؟ الاخ شاطر اليوم احنا محضرين اليوم واش معنا مفاجاه؟ مفاجاه وفي نفس الوقت هديه. يعني كانت ثمره جهود ديال المجموعه ديالنا لقصيده جميله وجميله جدا غادي تشوفوها ان شاء الله. اللي سهرنا شكرتيها لنا باقي ما سمعناها كتابه ولحنا يعني عكفنا عليها مده وحنا كنكتبوا فيها، يعني كتابه ديال المجموعه واللحن والاداء كذلك، ولكن فجينا نسجلوها جاتنا الدعوه للبرنامج وقلنا هذه هديه نهديوها لكم ان شاء الله ما شاء الله. اذا غادي والمستمعين والاحبه اللي معنا اليوم ان شاء الله الحمد لله والاخوان ديالنا، غادي نحاول نقولها قصيدة ومن بعد غادي يتبعوني الإخوان بالغناء. يلا. جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا. نعود قالك خذ ميكرو ديالك باش تسمع الصوت جميل. جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا. جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا، هي نهر يروي دنيانا لنبني العالم والإنسان. إلهها رب رحيم بعباده حقا حليما، لا كره في الدين لا عنف، لا عبد هناك وسيدا. نبيها ماحي الجهالة محيي المحبة والعدالة، بالرحمة وحفظ الأمانة نكون غيثا قد هاما. كتابها قرآن ووحي، آيات معجزات علمية، هي أنوار روحانية لحياة دنيا أخراوية. كلماتها شعر وعبر، حكم لكم ثم لنا. أنشودتها سلم وسلام لبني آدم والإنسان. لا لون فيها لا جنس، بلا حدود زمكانا. شعارها حب ووئام، كلنا فيها إخوانا. فبالسلم لا إرهابا يكون الناس أحبابا. هلموا يا أصحابا لبر الأمن والأمانا. فيا رب أنت راعيها من كل شر حاميها، فزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ما شاء الله. نسمعوا ينشد ان شاء الله. ارتجالي. جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا. جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا، يا نهر يروي دنيانا لنبني العالم والإنسان. إلهها رب رحيم بعباده حقا حليما، إلهها رب رحيم بعباده حقا حليما. لا كره في
لا عبد هناك وسيدا نبيها محي الجهالة محي المحبة والعدالة نبيها محي الجهالة محي المحبة والعدالة وحفظ الأمانة نكون غيثا قد هما كتابها قرآن وحي آيات معجزات علمية كتابها قرآن وحي آيات معجزات علمية يا أنوار روحانية لحياة دنيا أخروية كلماتها شعر وعبر حكم لكم ثم لنا كلماتها شعر وعبر حكم لكم ثم لنا أنشودتها سلم وسلام لبني آدم والإنسان لون فيها لا جنس بلا حدود زمكانا لون فيها لا جنس بلا حدود زمكانا شعارها حب ووئام كلنا فيها إخوانا فبالسلم لا إرهابا يكون الناس أحبابا فبالسلم لا إرهابا يكون الناس أحبابا هلموا يا أصحابا لبر الأمن والأمانة فيا ربي أنت حاعيها من كل شر حاميها فيا ربي أنت راعيها من كل شر حاميها زكيها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها جسور السلام بنيناها بديننا وحضارتنا جسور السلام بنيناها بديننا حضارتنا يا نهر يروي دنيانا لنبني العالم والإنسان. جاءت فرقة جسور السلام تحمل السلام في هذا اليوم الجميل واللي كنستضفوا فيه طبعا جمعيه العين الثالثه. غادي نمشيو نخليو الناس اللي حاضرين معنا يهديو كذلك كل من العائلات ديالهم وغادي نخليها اليوم دابا بغاو يهديوها فرنسيه يهديوها باش ما بغاو هاد الوقيته الاخره يهضروا باش ما بغاو. يلا مريم هضري باش ما بغيتي قولي لا فامي ديالك اللي بغيت ولا اشرف سما à ma famille. Un gros bisou à ma famille, à ma mère, à mes frères, à mes tantes, à mes grands-parents qui m'écoutent en ce moment. Et je fais un très très gros bisou à mon père, sûrement qui m'écoute, et à Rajar,
À vous, Chater, merci de nous avoir invités ici à votre studio. Ce jour-ci, c'est pour nous donner plus d'importance et nous mettre en valeur. Et c'est ça qui fait la différence. Alors moi je voudrais remercier déjà toute l'équipe d'Arabelle déjà pour nous avoir invités. Et puis je voudrais dire à tous les gens qui écoutent la radio que voilà l'important dans la vie c'est de pouvoir savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre et aussi que tout le monde soit comme chacun est comme il est et puis voilà on respecte la façon de vivre des gens et on fait aucune différence qu'ils soient handicapés ou pas et voilà je voudrais vraiment vous remercier à tous et voilà. Je voulais aussi remercier Arabelle et Seychatter de nous avoir reçus parmi vous et aussi remercier vraiment Raja parce que sans elle on serait pas ici et je voulais aussi passer le bonjour à mes parents, à mon mari, à mon frère, ma soeur, ses enfants, ma famille en Tunisie et voilà quoi, merci beaucoup. انا كنشكر لا راديو عربيل اللي جينا هنايا كنشكرهم حتى الجروب اللي غناو تبارك الله عليهم داكشي مزيون بزاف وبغيت نشكر رجاء حيت بحال قالت ايمان لما كانت هي ما نكونوش هنايا وكتعمل بزاف حاجات معانا ولينا حنايا كنشكرها بزاف وكنشكر عائلتي اللي كيعاونوني وكنبلغسام العائله كامله اللي كيسمعوني واللي عرفوني وكنطلب الشفاء لجميع المسلمين حيت عندي شي واحد من العائله عيان في هذا الوقت وكنطلبوا الشفاء بزاف. السلام عليكم. طبعا الحال شكرا بزاف لكم حتى نتوما اللي جيتوا وحضرتوا معنا وبقيتوا معنا هذا الوقت. غادي نختم هذا اللقاء اللي هو واخا ساعتين جا قصير بزاف غادي نختموا بكلمات اللي غادي يقولوها الاخوان وغادي تقولها رجاء في الاخر ولكن بعد الفاصل. نعم. قلت الوقت سرقنا بسرعة. تحية للفرقة جسور السلام اللي خلت كل الأشغال ديالها وجات باش تحيي معنا الليلة هذه. رجاء شكرا بزاف لك لأنك دائما كتجي تحضري. أشنو تبغي تقولي لكل الناس اللي كيسمعونا دابا وعندك الحرية دابا تقولي فرنسي ولا باش تكون صح؟ لا غنستاجد نقول بالعربية ولا ما نكمل بالفرنسوية. لا بغيت نشكر بعدا بغيت نشكرك أشاطر باسكو الناس يعرفوا راه شتي هاد المستوى راه مهمة جدا حيت تعطي شحال الناس يسمعوك ودوك الناس اللي معوقين تي تمتي اللي ما تيشوفش ولا اللي ما تقدرش يخرج ديك لا راديو راه شي حاجه مهمه اكيد باش تلقاو يقدروا يتصنتوا ويتفاجئوا حتى هما. وبغيت عندي اون بونسي بوغ كاملين في العالم يعني فوالا وربي يعاونهم. امين. وبغيت نشكر هذا الجروب اللي معنا اليوم جسور السلام. برافو اللي معنا وانا بعدا يكون توشي باسكو داك الصوت ديالهم وتبارك الله عليهم كل واحد يديجاج كلكو شوز ما شاء الله فوالا فريمون سي سانسيغ. تبارك الله عليك وشكرا اللي اللي تعطيتم وقتكم تاتوما وباش تكونوا معنا في هذا النهار فوالا وشاطر فريمون نشكرك. شكرا انت رجاء شكرا لك وشكرا كاع لي مونبر ديالي حيت اي سون كوراجو
راه تتكافحوا مع الدنيا وتيجيو كل نهار اي سي با فاسيل باش يديبلاس باش يلقاو لوتونومي ديالهم والوليدين حتى هما تيديروا مجهودهم. وتنشكر كاع لي مام دو لا اس بي ال وتنشكر الناس اللي جاوا معايا اليوم مريم ايمان سامي اشرف وكاع اللي تسمعوا اللي تسمعونا واللي ما قدروش يجوا معايا اليوم. شكرا وعائلتي وراجلي غادي نخلو غزلان تقول كلمه غزلان فوالا. انا كنشكر بيان سور بور لانفيتاسيون سي شاتر لو جروب جسور سلام. كما دي ما سور vous avez une voix extraordinaire. Alhamdulillah, mashallah alaykoum. Ben voilà, que le boulot, le travail continue. Rabbi yoqf ma3na, yoqf ma3a koulchi. Ou ben voilà, kanchkour lwalida djali, Allah ykhliha lina. Kanchkour khout djawna. Hna koulna mslemin w alhamdulillah. شكرا لجمعية العين الثالثة ورجاء دائما احنا بجنبك وحنا معك دائما. فرقة جسور السلام غادي تختموا لنا بواحد انقطاع عاد نعطيكم كلمة. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام الله 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 رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله عليك الصلاة عليك السلام وصاحبك والتابعين الكرام الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله بمولدك تجل علم وكنت له المنقذ الأعظم شفيق رحيم فلا تظلم عليك الصلاة عليك السلام الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جميل جدا أننا نكون في هذا السهرة وفي هذا الجو الجميل وإحنا في هذه الأيام الاحتفال بخير الأنام سيد السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لفرقة جسور السلام. غنخلي لكم كلمة في دقيقة ونصف قسموها بيناتكم. ختاما كنشكروا الأخ الشاطر على الالتفاتة الطيبة وشكرا للدعوة والحمد لله احنا مساندين. هذه في الحقيقة ماشي دعوة. نعم. هي انتم جيتوا تقوموا واحد الواجب. نعم. سميتوا أما الدعوة والضيافة هي اللي غادي تكون خاصة سهرة لفرقة جسور. إن شاء الله. إن شاء الله نكون وعدكم فيها. شكرا سيدي بارك الله فيك. بكل فرح لأنها يعني دعوة خاصة. الحمد لله بحال جينا للعائلة ديالنا جينا نساندوا
الأخوات الحمد لله يعني العين الثالثة على المشروع ديالهم النبيل والطيب، يعني الحمد لله اللي كيحمل في الطيات دياله يعني خير لذوي الاحتياجات الخاصة، والله يوفق الجميع. ومن هذا المنبر نوجه واحد التحية خاصة للأم ديالي العزيزة والغالية. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لأختي رجاء، أختي غزلان، أبوكم ما مات، يعني أبوكم لا زال حيا، وأنتما تمثلان أبوكم أحسن تمثيل. Votre père n'est pas mort, il est toujours vivant parce que vous représentez vraiment les attitudes et les attentes de votre papa. ومن هذا المنبر أقول يعني على إخواننا في كل مكان أن يبدلوا نظرتهم إلى أخينا المعاق، فهو أخونا ومنا وإلينا، فلا بد أن نأخذ بيده كيفما كان جنسه، كيفما كان لونه، كيفما كان دينه، فلنتوافق جميعا ونعيش جميعا على جسور السلام إن شاء الله. والسلام عليكم. شكرا الأخ شطر، وشكرا للإخوة الحاضرين، وتنشكر بزاف المجموعة الجمعية اللي تتساند المعاقين، وتنتمنى إن شاء الله من هذا المنبر باش يتغيروا العدد ديالنا، باش ما نبقاوش نشوف واحد المعاق ونبقاو دائما في ديك راه مسكين، شوف راه مسكين، هو ما خاصوش تقول له مسكين، خاصك الا قديت شي حاجه ما تضيف له في الحياه ديالو باش ديرها له. ومن هذا المنبر تنحيي الوالده ديالي اللي ربما راها ساهره تسمع فينا، والزوجه والاولاد، وشكرا لكم بزاف. تحيه لكل الامهات وكل الاباء، وشكرا لكم. والحقيقه ان الوقت حتى هو بالعاني كيدير معنا، كيتزعم معنا، ولكن فيك خير المره الجايه ان شاء الله بحول الله. شكرا لكل الحاضرين معنا، شكرا لكل المستمعين اللي تبعوا هذه الحلقه، واللي غادي تلقاوها ان شاء الله في الصفحه ديال ارابيل. تصبحوا على خير، الى اللقاء. Rabel FM